ومعلش هبدأ بفكرة هنا يعني فكرة أصلا تأسيس الاتحاد، وهل في أي دولة تانية في حاجة زي كده ولا احنا ابتكرنا ده؟ هي فكرة تأسيس الاتحاد جات لي إن أنا كان ليا صديق عايش في أمريكا، فكان في زيارة في مصر من حوالي سنتين، فبتكلم معاه اكتشفت إن في بطولة عالم بتتعمل الأول في الباك جيمون اللي هي الطاولة. الطاولة في الطاولة دي فكرة تأسيس الاتحاد أولا جت من الطاولة الأول. عملت سيرش عليها اكتشفت ان في اتحاد دولي للطاوله، وفي اتحادات عربيه زي الاتحاد اللبناني والاتحاد البحريني، ودبي بتعمل بطوله كبيره جدا للطاوله. ابتديت اجمع شباب، مجموعه شباب اللي هم مجلس اداره معايا، ابتدينا نجهز الملف عرضناه على وزاره الشباب والرياضه. معالي الوزير مشكورا قابلنا وشجع الفكره جدا، بالعكس ان هو غير الاسم، بدل ما كنا قديمين الاول اتحاد الطاوله بس، غير الاسم لاتحاد الالعاب الترفيهيه، وده اتاح لنا ان احنا نضيف كذا لعبه كمان للاتحاد. اوكي، بس يعني ملفت قوي للنظر حكايه ان في اتحاد دولي للطاوله، لو اتحاد عربي هنقول ماشي ما موجوده في ثقافتنا ومعظم الشعب المصري والعربي بيلعب طاوله، لكن عالميا دي معلومه جديده. دي عالميا، وكمان دول زي المانيا زي انجلترا من دول قويه جدا، امريكا فيها اتحاد قوي جدا، البرازيل فيها اتحاد قوي جدا، الاتحاد الدولي ده من البلد محليين اللي بيلعبوا محليين. مش متجانسين. لا محليين. الاتحاد بيضم حوالي حاجه و80 دوله، الطاوله لوحدها حاجه و80 دوله. مش عارف المعلومه دي، فكره الطاوله وليها وودز، يعني امريكا بيقعدوا على القهاوي يلعبوا طاوله ويرقصوا على الزهر، دي مشهوره جدا. وفي بطوله موناكو بتتعمل كمان سنويا او كل سنتين. دي الجائزه بتاعتها $60,000. موناكو اتغيرت قوي ده، المصريين بقى هتعلموا. طب ايه بالمناسبه، احنا قلنا ان الاتحاد ده بيشمل 6 ألعاب مختلفه، واحده منهم الطاوله. تمام. الالعاب الخمسه التانيين الالعاب الثانيه الضمنه، ودي برضه ليها زي فيدريشن كده رابطه ليها. انتوا كده مش فاضل لكم غير الشيشه. لا احنا مانعين بقى الشيشه. احنا بنشجع الناس ان هي ما تمارسش الشيشه ولا اي عدد. طاوله والدومينو. طاوله ودومينو والتيك بول، دي برضه ليها اتحاد دولي. التيك بول دي عامله زي طابيس البينج بونج بس بتلعب بكره القدم. اللي شفناها في التقرير مايله شويه بالظبط كده. ودي ليها اتحاد دولي برضه، وفي 91 دوله ومتوقع ان هي تخش الاولمبيات اللي جايه ان شاء الله كمان. وفي الفوت فولي، دي لعبه طبعا بتمارس في الشط، اكتريتها يعني بتمارس في الشط، ودي طبعا مشهورين فيها البرازيل والبرتغال. وليها برضه اتحاد دولي واتحاد اوروبي. وفي بعد كده الليدو، بس احنا الليدو عاملينها شويه نعملها الكترونكس، يعني هتبقى لعبه الكترونيه. وفي طبعا الكورف بول، دي لعبه هولنديه اصلا الاصل، وليها برضه حوالي 72 اتحاد دولي، وفي تحكيم، وفي يعني بص كل لعبه من دول اكتشفنا ان ليها قوانين وغولز وليها تحكيم. حتى الطاوله الضمنه كل لعبه ليها قوانينها وتحكيمها، واتحاد دولي عامل لها قوانين بتاعتها، وبيشجع كمان الناس تمارس كتحكيم وتخش كتحكيم.